رسول الله وبعد. سورة الانفطار. الانفطار والانشقاق بمعنى واحد، فالتفطر هو التشقق، ومنه ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت عائشة: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالتفطر التقطع، الانفطار بمعنى الانشقاق. قال تعالى: إذا السماء انفطرت، أي تشققت، ومن ثم تقطعت وتهاوت وتساقطت. وقوله إذا السماء انفطرت، أي واذكر يا رسول الله، واذكر يا عبد الله، واذكروا أيها الناس وقتا تنفطر فيه السماء، فهي الآن شديدة متماسكة، كما قال تعالى: والسماء بنيناها وزيناها وما لها من فروج ليس فيها ثقوب، وكما قال تعالى: والسماء ذات الحبك، قيل في ذات الحبك ذات الطرائق الحسان، وقيل ذات التماسك الشديد، من قولك هذا الشيء محبوك، أي مشدود بعضه إلى بعض، فهي الآن متماسكة مشدود بعضها إلى بعض، يأتي عليها وقت تتفكك وتتقطع وتتهاوى وتسقط. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتصرت، رمي بها كما رمي بالشمس وكما رمي بالقمر. وقد تقدم قوله تعالى: إذا الشمس كبرت، وبيان ما في معناه. وإذا الكواكب انتثرت، فلن تجري في فلك، كما قال تعالى: كل في فلك يسبحون، لا يتقدم نجم منها ولا يتأخر، ولا يصطدم نجم منها بالآخر إلا إذا شاء الله. فتجري في فلك وتسبح في فلك، ومع كثرتها وعظم عددها، لكن لا يصطدم بعضها ببعض، كما قال تعالى في شأن الليل والنهار: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فيتمشي بنظام وتجري بنظام، ويعقب بعضها بعضا بنظام، لكن سيأتي وقت يريد الله لهذا النظام أن ينفك، فتتناثر السماء، تتناثر الكواكب، وتتساقط النجوم. وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، من أمثل ما قيل فيها: اختلط مالحها بعذبها. وكما لا يخفى عليكم، فإن من آيات الله ما ذكره الله في كتابه: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي المالح على العذب، بل كل متجاور وفي أمان. وإلا لو أزال الله هذا البرزخ لاختلط المالح بالعذب،
وفسدت على الناس معايشهم، فسبحان من فصل هذا عن هذا، ومن حفظ هذا من الولوج في هذا. قال تعالى: وإذا البحار فجرت، أي يومها يوم القيامة يختلط العذب بالمالح. وقيل فجرت ملئت، فهذا معنى ثان لقوله فجرت. وإذا القبور بعثرت، قيل هيجت وخرج من فيها، مبعثرون أي متفرقون عند هذه الأوقات، عند انفطار السماء وانتثار الكواكب وتفجير البحار وبعثرة القبور. هنالك علمت نفس ما أحضرت، كل نفس تتذكر ما صنعت في دنياها وما أتت به من أعمال وما وافت به ربها وخالقها من تلك الأعمال. قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت. ثم قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما الذي غرك وجعلك تنتهك محارم ربك الكريم؟ عفوا، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت من حسنات وما أخرت، أي من سيئات، ما قدمته كي ترث به الجنان وما تركته وراء ظهرها ولم تعمل به. يا أيها